السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المدرب إسبانيا وين يصدم المنتخب المغرب بقرار جديد حول لامين جمال. يا المغاربة عندهم لعابة، عندهم خنوج، عندهم كاين لعابة يعني، وهذا اللاعب مازال صغير، مازال منا عنده 16 عام، منا على 21 عام ولا باش يقادر حتى 21 عام وقادر يبدل يعني الجنسيه الرياضيه تاعه، يلعب منا حتى ل 2000 حتى تولي عنده 21 عام، عنده 16 17 18 19 20 21 تك 6 سنين وحده اخرى مازالت له، قادر يبدل كاع يبدل كاع. وأكدت تقارير إعلامية إسبانية أن لويس دي يعني مدرب المنتخب الإسباني قرر توجيه الدعوة رسميا إلى لامين يعني المهاجم برشلونة للانضمام إلى صفوف لاروخا استعداد يعني لمواجهة يعني جورجيا وقبرص الشهر المقبل. وتستعد إسبانيا لمواجهة جورجيا في 8 سبتمبر المقبل على أن تلتقي قبرص في 12 من الشهر ذاته ضمن تصفيات مؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2024. ويعتبر ياميل صاحب 16 عام أحد المواهب الصاعدة في الدوري الإسباني، كما يمتلك حرية اختيار بين 3 منتخبات لتمثيلها في المستقبل كونه مولود بإسبانيا من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية. وحسب الصحيفة مونتي ديبورتيفو، وين يأتي قرار المدرب بعد ظهوره الرائع مؤخرا تحت قيادة تشافي مدرب برشلون إلى جانب محاولة قطع الطريق على المنتخب المغربي الذي يسعى إلى ضم اللعاب الواعد لصفوفه بصورة رسمية. وسبق للمنتخب الإسباني تحت 18 عام تجاهل استدعاء ياميل إلى صفوفه، وهي الخطوة التي قال بعض أنها جاءت لجعله يركز أكثر في مشواره مع برشلون إلى جانب إفساح الطريق أمام انضمامه إلى منتخب إسبانيا الأول في ظل تواصل الاتحاد المغربي معه على أمل ضمه كما حدث مع النجم برشلونة الآخر عبد الصمد الزرزولي. يعني ينجم يروح يلعب مع المنتخب المغربي، يعني قادر يروح يلعب. ناس كيفاش يتكلموا. وكان أحد كشافي الاتحاد المغربي قد تحدث في وقت سابق عن ياميل قائلا الجميع يتحدث عنه ويتساءل عما إذا كان سنخطفه من إسبانيا. والده مغربي والدته من غينيا الاستوائية وولد في إسبانيا، لذا يمكننا الاختيار بين يعني يمكنه الاختيار بين 3 منتخبات. في النهاية سيلعب في المكان الذي يشعر فيه بأنه أفضل حيث يخبره قلبه. وسبق المنتخب المغربي تحقيق إنجاز كبير بالوصول إلى المربع الذهبي لمونديال قطر، الأمر الذي ضعف من رغبة اللاعبين مزدوجي الجنسية لتمثيل أسود الأطلس، خاصة أن المغرب نجح في هذه البطولة بالإطاحة بإسبانيا تحديد من الدور 16. لعاب يعني ما لعاب يعني لعاب عنده مستوى تاع لعاب كبير، مثالي كاع لعاب كبير، لعاب اللي عنده مستوى، لعاب اللي مستوى كبير خويا. انا نقول لكم لعاب مستوى كبير، لعاب قيمه كبيره هذا. لعب كبير خويا، لعب قيمة كبيرة خويا. قال على هذا اللعب، قال على اللعب هذا، قالوا له نورمال عادي. لا والله اللي قالوا له يا لوين أكدتها يعني مونتي ديبورتيفو بعمر 16 عام لامين
يقترب من قائمة المنتخب إسبانيا. شوف كيفاش ماشي زعما ماشي كالقصرة ولا ويا قادر يلعب مع المغرب يلعب مع إسبانيا ويلعب مع كيما صارت مع الحدادي وين يقترب لمين جناح برشلونة صاحب 16 عام من ظهور مع المنتخب إسبانيا الأول بعد تواجده مع فريقه الكاتالوني. وزيد يعني المغاربة ما غاديش يكرهوا ولا يقول لك عندنا 100 واحد كيما هو ولا يعاود يقعدوا موراه يقعدوا موراه يهبلوه تيجيبوه راكم غالطين. وظهر اليمين في أول جولتين من الدوري الإسباني مع فريقه برشلونة ولعب أساسي في مباراة ثانية وكشفت صعيبة أن لامين قد يكون مفاجأة القائمة لويس دي يعني مدرب المنتخب الإسباني. وأشار التقرير إسبانيا وين ترغب في ضم وجود لعاب الذي يحق له التمثيل المنتخب المغربي. وأوضح التقرير أن والد لامين المغربي وقد يكون تألق منتخب يعني منتخب المغرب في كأس العالم الأخير مغري له. وغاب يمين عن قائمة المنتخب إسبانيا تحت 18 عام وين مما دفع التكهنات حول استدعائه المحتمل للمنتخب الأول. ونقلت مونتي ديبورتيفو تصريحات ربيع تاكسا أحد كشافي ربيع تيكاسا أحد كشافي الاتحاد المغربي في أوروبا عن لامين جمال. يعني وين خاض لامين 99 دقيقة مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم خلال خوض يعني وين مع في برشلونة في الدوري الإسباني خلال هذا الموسم خلال خوض مباراتين. أيوا الناس نضرب على تاع إسبانيا وحنا نضرب على حيوة هذه هي اللي وصلنا لها حنا عرفت الناس كيفاش يتخدموا. ودي الله يسهل عليهم. ودي الله يسهل عليهم. شو يسهل بالمدرب تاع بين بنزيما والمدرب الاتحاد السعودي. الله يسهل عليهم. انا روحك روحك يا خويا. الله يسهل على كل واحد. كيما يقول لك اللي جاب اللي يجيب هذيك هي هذه يا خويا. شو بين نصيري راه رايح يا ولدي يروح الى راح مليح حاله المهم يروح للدور الكبير هذه هي المهم يروح للدور الكبير ما التالي كاع خويا او لازم نديرو حسابات. هاو لي قواعد يدير حساباته وليق شوبير سليماني وصل للبرازيل. معليش خويا وصل للبرازيل نورمال خويا هادي هي وصلوا ولا ما وصلش الله يسهل. شو بيه بن عياد راح سير على بالو راه غير قوة الناس يدخل عليها قوة خويا مكاش ما يكرهوش ما يقولوش عندنا خير من خير من اليمين ولا خير قول جيبه يضغطوا باش يجيبوه خاص يعرفوا القيمة تاعه هذه هي استعرف قيمة.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.